أحسن الله إليك. يقول السائل: هل على المأموم قول سمع الله لمن حمده؟ هل على المأموم قول سمع الله لمن حمده؟ لا، المأموم عليه أن يقول ربنا ولك الحمد، والإمام هو الذي يقول سمع الله لمن حمده، بقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل قولوا سمع الله لمن حمده. نعم.